السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو طنجاوي. وغنشوفوا الناس طنجه واش كيحترموا ماما الراجلين اولا السواحل ما كيحترم. عاملو ميديكو رخاوة وستانة حنا كنحترمو ماما الراجلي بزاف ماشي غير شوية. وهذه اللي كيف سينا مزيان؟ الحمد لله خير لاباس اللهم لك الحمد الحمد لله. واش كتقطع من الشراط يد الحومه ديالك؟ كنقطع ولكن دابا غير بالزحمه ما كيخدمناش مولينا الحدي ما كيخدمناش نقوزو. يعني ما كيحترموش الشراط؟ لا والو ما كيحترموش مش باقي والو. اي طريق سينا عندك موطور وكتقيل تسوق موطور واش كيبان لك في طنجه كيحترموا قانون السير؟ والو الخاوه والله ما كيحترموش قانون السير الخاوه اكسيري وسال ما كاين ني فرني والو الخاوه كيفرني فيك. من ناحيه شراطي كتشوف شراطي عاملو ميديكور خاوه وسالم فهمتي شراطي ما كاينش من ناحيه شراطي الخاوه ديالي شراطي ديكور عاملينو منايا وسالم اخاو هادشي يعني كلشي كلشي كيكمل من عندك كتشوف الخاوه ديالي هي مره واقفه ساعه هي واقفه تماك هما كيكلو لي انايا عاطينا كتشوفها وقف شي واحد ما وقف حتى واحد الخاوه ديالي غنوضح لك واحد النقطه حنا في الشمال بعدا في الشمال عندنا ممر راجلين الى حد السيد رجلو على ممر راجلين خصك توقف حنا كنحترموا واقيلا كيقول لي عقلي انا مشيت لمدن اخرين حنا كنحترموا ماما الراجلين بزاف ماشي غير شويه وكنحترموا يعني الشخص الا جا حط رجلو في ماما الراجلين راه واخا تكون اللي بغى يكون غتوقف غير عمر راسك كيوقع ديك الافات الانسان مزروب وبعد الساعات الله يهديهم كتجيب دابا انتينا باغي تحترم ماما الراجلين وإنما كتشوف واحد اللحظة كتشوف ياخذ موراك لاصق تقدر مثلا تعمل شي فرن أولا شي حاجة يجي ياخذ موراك فهمتي؟ قدر الله تقطع شي قصيدة كضطر تكسيري باش يعني كتقطع على حساب فهمتي على حساب ما يمكنش دابا مثلا السيد في الوسط واخا تضحي براسك يلصق فيك ياخذ من اللور وما تضحيش بالإنسان ماشي على رجله وملي كتجبر شي هفوة مثلا وشي راسك من دوز راه غدوز بالنسبه لطنجه بانني دوزت انا واحد المده هنايا في طنجه مقارنه مع مدن اخرى في المغرب كون انني مشيت بعض المدن في المغرب كاين في طنجه هنا كيحترموا يعني ملي كتمشي تقطع في الشراطي ديال ماما الراجل اللي كتمشي كتقطع يعني الشيفور ملي كيلقاك غادي تقطع يعني كيوقف كيعطيك الحق الاسبقيه انك يعني كتقطع الشراطي بالنسبه هنا في طنجه يعني في طنجه يعني الاغلبيه كيحترموا القانون بالنسبه لاغلبيه ولكن عاوتاني كتقدر الظروف ديال كل اي واحد ملي كتشوف مثلا بحال الترونسبور ديال الخدمه هذه اغلبيه انا ملي كنشوفهم هذوك غاديين في الطريق يعني كنحبس كنخلي حتى كيدوز حيت كاين الظروف ديال الخدمه عنده الضغط عنده يعني خاصو يوصل الخدمه في الساعه عندك تسمح لي عندك التاكسي وعندك الترونسبورت هذيك خصنا نتعاونوا معاه التاكسي ماشي ضروري حيت التاكسي علاش حيت التاكسي نقولوا راه انه تبع غير الروسيطا ماشي بحال الخدمه ملي كيوصل الخدمه راه يعني مثلا عنده 20 خدام ولا شي حاجه راه غيوصلوا روطار يعني راه كيخلق بزاف ديال المشاكل ماشي بحال الطاكسي الطاكسي نقولوا راه كاين اللي خدام الراس وكيغني هذه بالنسبه لي انايا ترونسبوريس يعني كنعطيهم حق الاسبقيه واخا تكون الاسبقيه ديالي انا واش كتشوف شيافار والناس اللي عندها الطوموبيل راه كيحترموا ماما الراجل لا خويا ما كيحترموش صراحه والله ما كيحترموا امن هذا كبير صغير ما كيحترموا حتى شي واحد انا كيوقعوا هنايا بزاف حوادث ما كيحترموش صراحه اخو كيشبر الطوموبيل كيبقى ماشي بها ما كيقراش البيرمي شي ني فيه الاحترام وداك الشيء البيرمي ما كيقراش بس ملي كتكون في الحومه واش كتشوف كيحترموا ماما الراجلين الحومه ديالهم؟ واه ضروري الحومه مزيانه وشراطي مزيانين او شي اسايد بزاف يعني كيحترموا ماما الراجلين ضروري بلا هادوم دائما اسايد حنايا هادو منهم على الاطفال الصغارين مدارس مازال الشيوخ والنساء بوزو سلمي كتكون كتقطع كيوقفوا لك لا وقفوا كيحترموا لا لا تا مشكل ترامبيا ولكن الناس اللي ما كيوقفوش الشراط شي ناس وصل لهم الرسالة ما زادوا حسهم وقفوا ضروري ارواح حيت سعيد محسنات وأونو سعيد ومحسنات فهمتي تينا عارف اين دابا العويس صغارين ما عرفوش يعديو ما حسهم الطوموبيلات وقفوا مشي الاطفال ما عرفوش والحمد لله حنا المغرب ديالنا مثلا مضخم عايشة سيدنا
احسن مالك عندنا بالمغرب، وتحيه المغرب تنزاوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيما شفتوا كان هذا هو الاراء الناس في الشارع، وانتم اللي كتفرجوا فيا، واش كتحترموا من المراجلين؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.